مرحبا بكم أعزائي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر برنامجنا الوطني إنجازات وطنية عبر شاشة قناة جوسات الفضائية الأردنية. وضيفتنا لهذه الحلقة سعادة الدكتورة بسمة المصو، وهي اختصاصية جراحة الفم والأسنان في منطقة الفحيص العلالي. سعادة الدكتورة بسمة المصو، مرحب فيك برنامجنا الوطني إنجازات وطنية. بداية من مساء عليك، نحكي لك مساء الخير. أول شيء أهلا وسهلا فيكم، برحب بالقناة الفضائية جوسات. نعم. أهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا وبشكركم على الزيارة. أكيد إحنا نشكرك كمان أيضا لاستضافتك أكيد للكادر الموجود عبر شاشة قناة جوسات. يعني سعادة الدكتورة بسمة المصو، نتحدث بداية عن حياتك العملية والمهنية، وأكيد أنت أشهر من أن تعرفي في هذا القطاع والاختصاص، ولك الباع الطويل والخبرة في هذا المجال. تفضل. هو المظبوط، أنا من 35 سنة فاتحة عيادة، أول طبيبة أسنان في الفحيص، طبعاً الفحيص بيتي الثاني، وبفتخر بوجودي بالفحيص وبعتز بأهلها على فكرة. أكيد وإحنا بنعتز فيك أكيد سعادة الدكتورة بسمة المصو. نتحدث عن تأسيس هذه العيادة دكتورة بسمة المصو، متى تأسست هذه العيادة العريقة والمرموقة في منطقة الفحيص؟ بسنة 81. سعادة الدكتورة بسمة المصو، نتحدث الآن عن أبرز الخدمات، نتحدث أيضا عن الطاقم والكوادر داخل هذه العيادة العريقة والمرموقة. طبعا العيادة هون زي ما حكيت من سنة 81، عندنا جميع الاختصاصات، عندنا أخصائي تقويم، عندنا أخصائي جراحة، عندنا أخصائي للزراعة. يعني نتحدث أيضا دكتورة عن أبرز الأجهزة المتطورة والحديثة داخل هذه العيادة. تقريبا كل شيء موجود عندنا، يعني حتى للعصب نستعمل روتري والأبيكس لوكيتر، نستعمل عندنا الزوم للتبييض. جميل. يعني دكتورة أيضا خلينا نوضح للسادة المشاهدين بشكل عام، شو الفرق أو ما الفرق بين تبييض الأسنان وتنظيف الأسنان؟ طبعا التنظيف شيء ثاني، التنظيف هو لما بالاسنان بتتكون طبقه البلاك عليها. نعم. فهذا اللي بيسبب اصلا تسوس بالاسنان، وعدم تنظيف الاسنان هو اللي بيسبب كمان تسوس، بتحول لتسوس ومنه له مضاعفات ثانيه. نعم. التبييض شيء ثاني، التبييض هو للون الاسنان، يعني التنظيف بنظف وبيبيض الاسنان، لكن مش زي التبييض اللي هو بالزوم. نعم. اللي هو بيعطي 3 درجات أبيض من أسنان العادية. جميل. يعني دكتورة بتنصحي بتبييض الأسنان بشكل دوري؟ لا. أو كل سنة؟ شو بتنصحي؟ لا طبعا التنظيف يفضل كل 6 شهور ولازم طبعا. نعم. لأن هو اللي هاي العناية اللي كل 6 شهور الدورية، أما التبييض وانس كل سنة، كل كم سنة يعني، ومش شرط. أكيد أنا بضم صوتي إلى صوتك صار دكتورة بسمة. نتحدث أيضا دكتورة عن التركيبات، أنواع التركيبات السنية. أنواع التركيبات في ثابتة، في متحركة، في يعني عدة أنواع. عدة أنواع. نعم. دكتورة أيضا ابتسامة هوليوود أكيد متطورة هذه الابتسامة، أكيد يمكن جميع من المواطنين بيحب يعملوا هذه الابتسامة. كيف أي مواطن بده يعمل هذه الابتسامة، ابتسامة هوليوود؟ هاي موضة نازلة جديدة بالبلد. بس هي أنا ما بشجع عليها على فكرة. شو السبب دكتورة؟ لأنه هي مؤقتة وليس دائمة. نعم. يعني هم كتير ناس عم بيعملوها، حتى يعني بيرتكبوا أخطاء إنهم مش عارفين بعد 8 إلى 9 سنين. نعم. كلها بتنزل هاي وبدها صيانة دائما، فليش تحف أسنانك من يعني الطبقة الخارجية وتحط عليها قشور؟ نعم. ما في يعني داعي. ما بتدوم، بتمد مثلا بتدوم لمدة ولا حسب يعني ما حسب الشغل، مرات تقعد 10 سنين أكتر فترة. 10 سنين. نعم بس. نعم. وأنت ما بتنصح السادة المشاهدين؟ نعم. جميل. يعني متأثر. بعملها أنا... بس ما بنصح فيها. ما بتنصح فيها. بحاول أقنع مريضي قبل ما أعمل له إنه ما بنصح. يعني لما يسر. نعم. بعمل له. هل يوجد حلول أخرى دكتورة بس ما؟ طبعاً في في تبييض بالليزر. نعم. ليش لا تبييض؟ تبييض أفضل من. تنظيف التسر. تبييض كتير بفيد، إلا بحالات يعني أنا لسه بنصح يلبس ولا يعمل قشور. كلام جميل دكتورة. أنا بضم مرة أخرى صوتي إلى صوتك دكتورة بسمة، كخبرتك ولك الباع الطويل في هذا القطاع، كيف تري تطور قطاع طب الأسنان في الأردن؟ هل يوجد كفاءات مثل حضرتك؟ ما شاء الله عليك دكتورة. أكيد الأردن تغيرت كتير يعني، وفي صار عندنا يعني خاصة مع التكنولوجيا الموجودة والأجهزة الموجودة كتير تغيرت. سعادة الدكتورة بسمة المصو،
شو بتحب توجهي رسالة لنقابة أطباء الأسنان عبر شاشة قناة جوسات؟ إحنا أكيد من نتمنى لهم دائما الشكر أكيد والتوفيق والنجاح أكيد، إن شاء الله دائما للأمام لهذه النقابة العريقة. النقابة طبعا إحنا بنعتز بنقابتنا لأنها بالعكس هلا عم تفتح لنا مجالات تانية، شجعتنا عم تعملنا دورات ونعمل مجالات تجميل، خاصة عالم التجميل كتير شيء حلو. نعم. وخاصة بخص أطباء الأسنان أكثر من أخصائي الجلدية للعلم. نعم. مع احترامي لكل الجلدية. نعم. لكن إحنا كأطباء أسنان إحنا أكثر دراية بعضلات الوجه وعم بتقنوها كتير، بتقنوها أطباء الأسنان. نعم. ونشكر نقابتنا على هذا الدعم كمان. نعم دكتورة أكيد إحنا نتمنى لك التوفيق والنجاح أكيد لكل طبيب في بهذا القطاع طب الأسنان وأكيد النقابة. سعادة الدكتورة بسمة المصو، شو الآن بتحب توجه رسالة لفرسان وفرسات التغيير من الخريجين الجدد من الجيل القادم جيل المستقبل جيل الوعد؟ من أطباء الأسنان اللي هلأ. نعم. العكس بحكي لهم ما يأسوا لأنه مجالنا كتير حلو ولكل مجتهد نصيب. أكيد لكل مجتهد نصيب ومسار على درب وصل لكل مجتهد نصيب. بضم صوتي لصوتك سعادة الدكتورة بسمة المصو. سعادة الدكتورة بسمة المصو، قبل نهاية هذا البرنامج الوطني إنجازات وطنية عبر شاشة قناة جوسات، أكيد نحن نعيش منظومة نعمة أمن وأمان وأنت الآن بمناسبتين عيد الاستقلال وعيد الفطر السعيد، شو بتحب توجه رسالة لقائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين في ظل هذه المناسبتين السعيدتين عبر هذه الشاشة؟ طبعا بهني جلالة سيدنا بمناسبة عيد الفطر السعيد والأسرة الأردنية، وإن شاء الله يعيدوا علينا جميعا وإحنا بخير وأمان بظل قيادة جلالة سيدنا الحكيمة أكيد ورشيدة. أكيد الله يديم نعمة الأمن والأمان، وكل عام أكيد لقائد البلاد بخير والسادة المشاهدين بهذه المناسبتين العزيزتين. سعادة الدكتورة أكيد دائما أبدا الله يديم نعمة الأمن والأمان على أكيد على جميع الدول العربية دون استثناء ما دام وجد الاستقرار وجد الاستثمار. سعادة الدكتورة بسمة المصو أكيد أرقامنا تتصدر على الشاشة عند زميلنا مدير التصوير سيد أنس العايد، نتمنى لك التوفيق والنجاح. وفي نهاية لقاءنا أعزائي المشاهدين الكرام نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتورة بسمة المصو، وهي أشهر من أن تعرف كاختصاصية جراحة الفم والأسنان في منطقة الفحيص العلاني مقابل البنك العربي. أتمنى لك التوفيق والنجاح وشكرا لدعمك وجهودك لبرنامجنا الوطني إنجازات وطنية عبر شاشة قناة جوسات. الله يعطيك العافية دكتورة. شكرا لكم، شكرا لكم، وأنتم يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. الله يعطيك العافية. هلأ.